اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ماما احنا عايزين ناكل حاجه النهارده جديده. طيب انتوا عندكم فكره عن عايزين تاكلوا ايه النهارده؟ لا مش عارفين يا ماما، بس احنا عايزين نطبخ مثلا شوربه خضار، حاجه كده طازه تكون خفيفه عشان احنا ايه لسه واكلين شوكولاته فعايزين ناكل حاجه خفيفه. طب خلاص ماشي اوكي، فكره حلوه، ممكن اخدكم ونروح السوق كلنا مع بعض وتشوفوا عايزين تشتروا خضار ايه. دلوقتي احنا عايزين نشتري ايه؟ عايزين نشتري، انا اعتقد اننا محتاجين طماطم ومحتاجين بتنجان ومحتاجين فلفل ملون ومحتاجين ارنبيط. انا جبت الطماطم وانا جبت الارنبيط. اوكي حطوهم بقى في الباسكت. ناقص لنا ايه تاني؟ محتاجين برضو الخيار والفلفل الملون. انا جبتهم اهو يا ماما، جبنا الخيار والفلفل الملون. طيب فكرة حلوة قوي. طب ناقص ايه تاني؟ ناقص ايه تاني؟ اعتقد ده كده كفاية ان احنا نعمل شوربة الخضار اللي احنا عايزينها. اوكي طيب ماشي براحتكم، لو عايزتوا حاجة تانية انتوا بتجيبوها. طيب اوكي تعالوا بقى ندفع الحساب، نودي الفاكهة الخضار عند الراجل. طيب حاجة تانية يا مدام؟ لا كده خلاص، بس هناخد ايه الحاجات دي بس. طيب بعد ما اوزنهم كده كل الحساب هيكون 8 جنيه. اوكي 8 جنيه. فين الفلوس يا اولاد؟ ايه ده ماما راحت فين؟ ده منظرنا بقى وحش قوي. فين الفلوس ماما؟ زمانها جايه، بس انا اتحركت وهتجيب لك الفلوس على طول. شكلنا وحش قوي يا ماما. فين كلامها ولا اعمل اي حاجه؟ يا ماما انت فين؟ ماما انت فين؟ انا جيت اهو. ما تقلقوش يا اولاد، الحساب كام؟ 8 جنيه. طب يلا بقى عشان نلحق نرجع البيت ونطبخ الخضار. انا متحمسه قوي يا ماما، انا اكل اخيرا شوربه خضار احنا اللي عاملينها بايدينا. ايوه ومش بس كده، انتوا كمان اللي هتقطعوها وتغسلوها. واو. طيب انا عليا اقطع الخيار، وانا هعمل بقى اشوف كمان، انا هقطع واغسل بقيه الايه الطماطم. وبكده نكون ايه حطينا الطبق ده فيه كل الخضار بتاعنا، وفاضل لنا كمان نحط عليه بقى الصوص الفظيع بقى عشان يكون ايه الاكل طعمه حلو جدا وكمان الوانه كتير مختلفه. طيب فاضل لنا بقى دلوقتي ان احنا نحطه في الفرن ونسيبه بقى لحد ما يستوي. طب يا ماما هياخد وقت بتاع قد ايه؟ هياخد وقت بتاع نص ساعه. يام 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 يام، احنا جعانين جدا. واو هناكل شوربه خضار احنا اللي عاملينها، واكيد هيطلع طعمها تحفه. الله يا ماما دي فعلا طلعت طعمها تحفه. انا انبسطت كده النهارده يا ماما ان احنا طبخنا مع بعض. اهم حاجه يا اولاد ان انتم انبسطتوا. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.